معنا الأستاذ خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق ومدير المركز الإعلامي بالنادي السعودي. أستاذ خالد، مساء الفل على حضرتك. مساء الخير، أهلا بالتكريم وأهلا بالمشاهدين والمشاهدات. مليون مبروك صفقة وليد أزارو، مهاجم محترم جدا في النادي الأهلي، انضمامه لنادي الاتفاق بالتأكيد خطوة مهمة. والله الله يبارك فيك يا رفيق، بالتأكيد الاتفاق، جماهير الاتفاق سعيدة مع الصفقة، سعيدة بالانتقال الآن انضمام الإعارة للاعب وليد أزارو. بالتأكيد اللاعب لاعب إمكانيات عالية ولاعب متميز ولاعب في هذه الصفقة. كان في كلام من فترة ان الاتفاق بيحاول مع اللاعب ومع النادي الاهلي، تعطلت الصفقة بعض الوقت لحد ما حسمت فيها الساعات الاخيرة. التعطيل ده كان من جانب النادي الاهلي ام كان من جانب اللاعب نفسه وليد ازارو؟ والله انا ما اقدر اقول لك انه تعطيل للصفقة. انت تعرف يعني اي صفقة في انتقال اي لاعب طبيعي انه يكون فيها بعض النقاط وبعض التفاصيل اللي تحتاج الى اتفاق جميع الاطراف. عملية الانتقال للاعب وليد أزارو ما هي فقط عملية بين النادي الاتفاق واللاعب وليد أزارو، ايضا هي مع النادي الاهلي، فبالتالي وجود ثلاث اطراف. الجميع اكيد مهتم بان يكون الانتقال او الصفقة تكون نقدر نقول انها مفيدة والجميع يكسب فيها والجميع ايضا يحظى بالشيء المناسب له. وبالتاكيد لاعب مثل وليد أزارو وقيمة وليد أزارو، اكيد النادي الاهلي راح يكون حريص على هذا اللاعب. إدارة النادي الأهلي حقيقة إدارة احترافية، إدارة على مستوى عالي جدا من الرقي ومن أسلوب التعاطي ومن أسلوب التفاوض ومن أسلوب الانتقال. احنا أكيد في نادي الاتفاق يعني نقدر ونفخر حقيقة ونسعد جدا بالتعامل مع النادي الأهلي، وهذه مش أول صفقة يعني خلال الفترات القريبة نقدر نقول السنوات الأخيرة مع النادي الأهلي. حصلت اكثر من صفقه، اكثر من، وكان عليه ضغط جماهيري كمان واضح جدا في الفتره الاخيره. والله شوف، انا اعتقد ان اي لاعب كره قدم اكيد قد تمر عليه فترات ممكن تفسرها البعض بان الناس التوقيت. بالنسبه لنا الان ننظر الى اللاعب وليد أزارو بهجوميته كامله، بتاريخه، بالانجازات اللي حققها مع عمره الصغير حاليا. اللاعب امكانياته جدا كبيره ومؤهل تاهيل جدا عالي، وبالتالي اللي ننظر لها الان حاليا التركيز على الايجابيات الموجوده في هذا اللاعب. ممكن نطوي اي صفحات اخرى، لان انت تعرف ان عمليه نقدر نقولها هجوميه اي لاعب يجب ان توفر في عوامل كثيره. بعض الاحيان قد تكون العوامل متوفره كامل، لا اقصد انها عوامل فقط، قد تكون النفسية في داخل النادي أو العوامل مثل عوامل الجماهيرية، قد تكون حتى عوامل أخرى مرتبطة باللاعب نفسه. فهي الأمور مرتبطة في أكثر من عوامل، ليست يعني مرتبطة فقط بعامل واحد أو هي مركزة على شغلة معينة واحدة. فبالتالي شيء طبيعي يعني قد تمر بلحظات معينة، وأي لاعب كرة قدم قد تمر عليه بعض اللحظات اللي ما يكون في مستواه العالي، يعني مستوى بعض الشيء، فممكن تفسر تفسيرات ممكن تكون كثيره. انا اعتقد الان ان احنا الان في مرحله جديده الان مع اللاعب وليد أزارو. احنا على قناعه كامله الان بان اللاعب ان شاء الله سيؤدي اداء ممتاز ان شاء الله مع نادي الاتفاق. البيئه الموجوده في الاتفاق بيئه صحيه، بيئه جيده، اللاعبين والاداره والجهاز الاداري الكل كاسره واحده. واحنا حقيقه على يعني ثقه ان شاء الله بان وليد أزارو راح يؤدي، راح الان في المشوار القادم في الفترة المقبلة سيكون إن شاء الله على يعني مهيئ لتقديم المستويات العالية والمستويات اللي تبين مستوى هذا اللاعب. أعتقد في نادي الاتفاق وجماهير نادي الاتفاق متفائلين، فقلنا إن شاء الله كبير، وبننتظر إن شاء الله قدوم اللاعب وليد أزارو إن شاء الله، وبنشوف خلال المباريات القادمة، وحنا بإذن الله على ثقة بهذا اللاعب وبهذا اللاعب إن شاء الله. استاذ خالد، بعيد عن وليد أزارو، بعيد عن نادي الاتفاق وهذه الصفقه، انا بهنيك باسم الجماهير المصريه وبهني الشعب السعودي تاهل المنتخب السعودي لاولمبياد طوكيو 2020 رفقه المنتخب المصري. ان شاء الله تمثيل العربي يكون كبير في هذه الاولمبياد. والله ان شاء الله. طبعا احنا دائما يعني مشاركات المنتخب السعودي سواء كانت في كاس العالم او في الاولمبياد يعني تسعد جدا، او حتى في كاس القارات تسعد حقيقه برفقه المنتخب المصري.
دائما المنتخب المصري يكون مع المنتخب السعودي في مجموعه واحده، وبالتالي دائما نحب نكون يعني مع بعض. بس ان شاء الله يعني نكون جميع سعيدين يعني في حصول اي نقاط يعني تحصل عليها، سواء المنتخب السعودي او المنتخب المصري، كلنا اشقاء، كلنا يعني كلنا اخوه. وبالتاكيد يعني المشاركه في بحث العالم الاولمبياد طوكيو يعني باذن الله ستشرف الكره العربيه، وان شاء الله ستقدم المستوى اللي يليق ان شاء الله في المنتخب السعودي وكذلك المنتخب المصري. سعيدين حقيقه برفقه المنتخب المصري في هذه الاولمبياد، وان شاء الله باذن الله ستكون مشاركه متميزه للمنتخبين ان شاء الله. استاذ خالد الناصر، امين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الاعلامي بنادي الاتفاق، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في سوبر تايم.